إمام الضلالة اسمه يطلق على كل شخص يتصدى لقيادة الناس وهو ليس أهلا للقيادة. ترقبوا في الساعة 8:30 مساء البث المباشر المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، المهرجان الثاني، الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة تحت شعار التربية والقرآن تصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي. وسيتضمن المهرجان فعاليات الراب المهدوي والشور المهدوي وتلاوة القرآن وإلقاء بحوث من سلاسل بحوث السيد الأستاذ دام ظله. وسيتضمن أيضا حفلا تكريما للباحثين والرواديد والذاكرين من الأشبال والشباب تثمينا لما قدموه في الدورات التربوية القرآنية الثانية، دورة الموعظة الحسنة لعام 1440 للهجرة، البصرة الخميس السادس من ذي الحجة لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.